هي نخلة أبدت مفاتن حسنها كمليحة زفت إلى العلياء مشدودة للأرض إلا أنها في رأسها شوق إلى الجوزاء تدني القطوف كثيرة فكأنما فاضت جوانبها بكل عطاء. قبل 95 كانت هذه المنطقة صحراء، واللي بتشوفوها خلف المزرعة رمال، لكن رحم الله الشيخ زايد حول الصحراء إلى جنات خضراء بجهد أبنائه وبجهد الموجودين في ذاك الوقت من المسؤولين. نعلم جميعا أن تأثيرات تغير المناخ تطال كافة القطاعات، لكن قطاع الزراعة يعد من أكبر المتضررين بسبب تغير درجات الحرارة وزيادة موجات الجفاف وتداعيات أخرى عدة. لذا فإن توجهاتنا يجب أن تختلف فيما يخص أنظمة الزراعة الحالية بشكل يضمن توظيف أحدث التقنيات والحلول الابتكارية المتاحة فيها. مختبر علوم الحياة الصحراوية تأسس في المركز الدولي في الزراعة الملحية بالتعاون مع مركز بكين للعلوم الجينوم. عملنا طبعاً يركز على إعداد أبحاث وإجراء أبحاث تساعد في استدامة الأمن الغذائي حول العالم. نحاول نطور ونسخر التكنولوجيا في إيجاد حلول بحيث تكون تعطينا استدامة للأمن الغذائي حول العالم. التعريف البسيط لمفهوم الأمن الغذائي هو أن يتاح لكافة أفراد المجتمع في مختلف الأوقات إمكانية الحصول على غذاء كافي ومغذي بما يواكب قدراتهم المادية المختلفة. عالمياً نعاني من مشكلة التغير المناخي، ندرة المياه، وبالخص منطقتنا الموجودة منطقة ميدل إيست نورث أفريكا، منطقتنا العربية فيها العديد من التحديات التي تواجه المياه. بما أن المياه طبعاً مهمة للزراعة، فإحنا لازم أن إحنا ندور ونبحث عن مصادر بديلة لهذه المياه، كذلك أن المحاصيل المفروض تكون تتحمل نوعية المياه الموجودة في منطقتنا العربية بالأخص. لذلك نحن نبحث ونحسن ونحاول نطور في نوعية هذه المحاصيل. فعلى سبيل المثال تظهر الأبحاث أن المحاصيل الأساسية مثل القمح أو الأرز لن تتكيف مع الظروف البيئية القاسية في المستقبل، لذلك يمكن أن تساعدنا منظومة البحث والتطوير في توظيف الإمكانات غير المستغلة للتنوع البيولوجي الزراعي جنباً إلى جنب مع أبحاث الإكثار على تطوير أنواع جديدة من المحاصيل تكون أكثر تحملاً للضغوط الحيوية وغير الحيوية المختلفة مثل الحرارة والجفاف والملوحة. لذا تضع إكبا في مقدمة أولوياتها. سيستفيد المزارعون في العديد من المناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام من زراعة المحاصيل الأكثر مرونة وتغذية لأنها تعتمد عادة على الزراعة في الغذاء وسبل العيش. اليوم نحن الطريقة هذه اللي اشتغلنا بها هذه الطريقة جميلة جدا، مما أدى إلى أن كل يوم يجوني زوار وكل يوم يجوني ناس يتعلمون الطريقة هذه. اليوم نحن نشجع جميع العالم بشكل عام أنهم ينتبهوا إلى هذه الزراعات، فقلنا نحن بدل ما يكون زراعة أورغانيك وزراعة عادية نقدر نسوي زراعة بري أورغانيك أو نصف أورغانيك. الزراعة هذه البري أورغانيك أو نصف أورغانيك العالم تتجه لها أكثر. نهدف من هذا المختبر أن تكون لنا بصمة في الأبحاث العلمية، سيكون هناك الكثير من المستفيدين من هذه الأبحاث ونتائجها. أصحاب المصلحة المباشرين هم المزارعين، وكيف ممكن يستفيد المزارعين من المحاصيل اللي احنا بننتجها، وكذلك كيف أن ممكن المزارعين سيتم تبنيهم لهذه المحاصيل. هذه من أحد أولوياتنا، نقل المعرفة للمزارعين وأصحاب المصلحة. طبعاً نحن في دولة الإمارات ولله الحمد مجتمع قادر على أن يتكيف مع جميع الأوضاع، لا توجد تحديات فقط في دولة الإمارات للزراعة، توجد تحديات عالمية. العلوم هي الحياة، وأصل الاستكشافات تبدأ بالبحث العلمي.
فمؤسس دولتنا والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، له مقولة محفورة في أذهان أبناء هذه الدولة، قال فيها: أعطوني زراعة أعطيكم حضارة. نحن على يقين أن مختبر علوم الصحراء في المركز الدولي للزراعة الملحية بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات كذلك سيكون لأطيب الأثر في إثراء البحوث العلمية.